برحب بحضراتكم مشاهدينا في كل مكان، لقاء اسبوعي بيتجدد معاكم وحلقه جديده النهارده من برنامجكم بستان العقيد. بنكمل معاكم في افراح القيامه وفتره الخمسين المقدسه الاجابه على كل التساؤلات اللي حضراتكم بتشاركونا بيها وبتبعتوها لنا، او حتى لو ما فيش اسئله بعتوها لكن كتير الاسئله دي بتدور في اذهاننا. دايما بيعلمنا وبيباركنا ويجاوب على كل تساؤلاتنا نيافه الحبر الجليل الانبا رافائيل اسقف عام كنائس وسط القاهره. اهلا بيك سيدنا. اهلا بحضرتك. دايما بنتشرف نتبارك نتعلم من نيافتك. ارحب كمان باستاذه جيهان مرزوق خادمه لغه الاشاره للصم وضعاف السمع. اهلا بيكي استاذه جيهان وكل اخواتنا الصم وضعاف السمع، بيسعدنا دايما متابعتكم ومشاركتكم معنا. يتسع قلب نيافتك كالعاده دايما لكل ولادك سيدنا. ونبتدي بسؤال بيقول: الله وعد بعدم تكرار الطوفان، فلماذا يتكرر الدمار على الارض حسب سفر الرؤيا وهناك براكين وزلازل وغيرها حاجات مدمره احيانا؟ هو طبعا الحاجات اللي هي الكوارث الطبيعية دي حاجة في الطبيعة بتجدد وجه الأرض، يعني صحيح تبقى ساعتها كارثة لكن بعد كده بتبقى سبب خير. يعني البراكين دي بتطلع عبارة عن معادن سايحة في بطن الأرض نتيجة الحرارة العالية وليها ضغط عالي، فبتيجي عند حتة في قشرة الأرض ضعيفة تنفجر تعمل نافورة من هذه المعادن، طبعا بتدمر المكان اللي هي طلعت فيه النافورة دي، لكن بعد كده المعادن دي بيستخدموها بعد ما كانت مدفونة في بطن الأرض يقدروا ياخدوا منها ويعملوا يعني الاحتياجات بتاعت البشرية من هذه المعادن، فهي كارثة ساعتها لكن فيما بعد تبقى للفايدة. الطبيعة الغاضبة يسميها الكتاب المقدس ان الطبيعة اخضعت للباطل من اجل الذي اخضعها اي ادم على الرجاء ان هي تخلص من هذه الضعفات في التجديد بتاع المجيء الثاني وقيامة الاموات وحياة الابدية. فدي كلها كوارث بتحصل طبيعية مش ربنا اللي بيعملها كنوع من الغضب يعني. لكن يوم الطوفان كان غضب إلهي وعقوبة للبشر نتيجة خطاياهم، وكده المقدس ذكر هذا. السؤال بقى، ربنا لما عمل الطوفان قال مش هعود أكرره ليه؟ حقيقة كشف لنا السر ده معلمنا بطرس الرسول في رسالته لما قال إن ربنا لما أرسل الطوفان قال الذي مثاله يخلصنا نحن أيضا الآن أي المعمودية. ففهمنا بقى أن الطوفان ده كان رمز للمعمودية. في حاجتين حصلوا في الطوفان، أن العالم اتغسل من الخطية وأن نوح وأسرته نجوا من الطوفان عن طريق الفلك. صحيح. فدول حاجتين بيحصلوا لينا في المعمودية، نتغسل من الخطية وننجو أن احنا ندخل جوا فلك النجاة وهو المسيح. أنتم الذين اعتمدتم المسيح قد لبستم المسيح. فأنا جوه المعمودية بدخل جوه المسيح ما غرقش لكن اتغسلت من الخطية. لأن المعمودية لا تعاد تحت أي ظرف، احنا بنؤمن بمعمودية واحدة لا يمكن إعادتها، ودي موجودة في كتاب المقدس يقول لك رب واحد إيمان واحد معمودية واحدة في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل أفسس إصحاح 4، وموجودة في قانون الإيمان نعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، موجودة في تراث الكنيسة ان احنا لا يمكن انسان متعمد نعيد معموديته الا اذا كانت المعمودية بتاعته باطلة اللي هي معمودية الهراطقة ما تعتبرش معمودية، فبنعمده من جديد. نعمد معمودية صحيحة. الصحيحة. فلما ربنا قال لا اعود اجيب طوفان على الارض مش معناها ان ربنا يعني آسف في التعبير ربنا يسامحني يعني انه تهور في القرار بتاعه وندم عليه ومش هيعمل كده تاني، رغم ان في الكتاب في العبارة دي سيدنا ليه ندم الله. طبعا الله كلمة ندم معناها اخذ قرار غلط وشاف نتيجته غلط فقال مش هعمل كده تاني، ده بالنسبة للبشر لكن الله ليس انسان ولا ابن انسان حتى يندم. لما استخدم تعبير ندم عشان بس يوصل لنا المعنى ان انا مش هعمل كده تاني، طب ليه؟ هل لان اللي عملته كان غلط؟ لا،
لأنه عايز يقول لنا المعمودية تبقى مرة واحدة تتغسل مرة واحدة، وبعد كده مش هعود أعمل الطوفان ده، يعني مش هعود أطالبك بالمعمودية. طب افرض غلطت بعد المعمودية، في توبة وفي عقوبات يأدب بيها الله الإنسان، إذا قبل التأديب في الأرض وقبل العقوبة وصلح طريقه بينجو من الهلاك الأبدي. إذا كان الإنسان بعد ما تعمد أعمل خطايا وربنا بيأدبه والتأديب ما جابش نتيجة والعقوبة ما جاتش نتيجة وماشي في سكة غلط، دي للأسف هتخليه يدخل في هلاك أبدي. عشان كده في كتاب مقدس قال مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى، هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم. القيامة الأولى هي المعمودية، بس بشرط أحتفظ بأن أنا قايم دايما، وإذا سقطت أقوم، إذا سقطت أقوم، حسب دايما قائم مع المسيح فأدخل حياة الأبدية. هي دي قصة الطوفان، أن دي معمودية، اللي يغلط بعد كده في تأديبات أخرى غير المعمودية غير الطوفان، فالفرصة بقت أكبر أكبر طبعاً. من فكرة الموت، يعني في الطوفان الكل مات وهلك في الطوفان ما عدا طبعا نوح وأسرته لكن في ثورة الطبيعة زمن يفتك بتقول بيبقى المكان بس اللي حصل في حتة في محددة وتبقى تأديبات من الله إذا كنا هنعتبرها من الله. يعني إذا كان أي كارثة طبيعية خدنا بالنا أن هي دي ربنا بيعمل كده عشان بيقرص ودنا ننتبه، لكن مفيش طوفان بمعنى مفيش احتياج لمعمودية تانية. وأي عقوبة أخرى أو تنبيهات أخرى أو قرصة ود بتنبهنا بس للتوب. لكن كل اللي اتكلم عنه سفر الرؤيا ما نقدرش نقول انه هلاك، ما نقدرش نشبهه بانه ده اعاده وتكرار للطوفان، ده حاجه لا حاجة. اذا خدنا ان الطوفان هو فعلا رمز المعموديه خلاص دي قصه وانتهت مش هتتعاد تاني، لكن هناك عقوبات اخرى. تمام. طيب سؤال بيقول سيدنا ارجو تفسير الايه اللي وردت في سفر حزقيال النبي، فان ضل النبي وتكلم كلاما فانا الرب قد اضللت ذلك النبي وسامد يدي عليه وابيده من وسط شعبي اسرائيل. وتكمله السؤال بيقول هل الايه دي بتتعارض مع صفه الله اللي بيريد الكل يخلصون والى معرفه الحق يقبلون؟ طبعا الله يريد ان جميع الناس يخلصون، وقال لا تخف ايها القطيع الصغير فان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت. اراده الله الصالحه لينا دائما للخلاص. بس في ناس يعني يدوا مع ربنا، في ناس ينطبق عليهم قول صعب جدا جه في رساله روميا، اسلمهم الله الى ذهن المرفوض، الانسان العنيد ضد الله اللي هو بيقاوم مشيئته وبيقاوح، وتبقى الحقيقة ظهر قدامه زي نور الشمس وهو بينكرها، ده إنسان يستاهل العقوبة إن الله يسلمه لذهن مرفوض. وخصوصا إذا كان زي ما هنا بيقول إن في نبي بيضل الناس، بيضل الناس ده يعني مش خطيته خاصة بيه، ده بيضل الناس زي الهرطق. النهاردة في أزمة زي كده في الكنيسة، إن واحد متعلم وقارئ وفاهم كويس الآباء قالوا إيه ويضلل الناس ويشككهم ويعمل جو من الشبورة كده اللي بتخلي تخلي الناس الرؤية ضبابية بالنسبة لهم، ويخرجوا يتخانقوا مع بعض على الكلام اللي هو قاله. عشان كده الكنيسة تقول الشكوك وفاعلوها ابطلهم. هذا الإنسان اللي هو سلم نفسه للشيطان يبلبل الكنيسة ويبرجلها مهما كان مستواه في المعرفة أو درجته حتى الكنسية، هو إنسان بقى أداة في يد الشيطان يهدم بها الكنيسة ويتعب الناس. دايما إحنا التعليم هدفه البناء، هدفه الناس تستعيد ثقتها في ربنا وفي الكنيسة وفي الكتاب المقدس. أي تعليم آخر بيشكك الناس في الكتاب المقدس أو في الآباء أو في ما هو مستقر في الكنيسة، دي أداة في يد الشيطان. صحيح. ينطبق عليهم الكلام ده. تمام. واللي بيعمل البلبلة دي أعتقد هو بيبقى سعيد بيها، يعني الناس لو طلعوا من عنده بيتخانقوا على مضمون الكلام هو كده بيحس بنجاح. أحيانا بيقولوها صراحة، يقول لك أنا عملت برين ستورمينج. برين ستورمينج معناها عاصف ذهني. أنا مبسوط إن بعد ما كانوا قاعدين ساكتين دلوقتي بيتكلموا في موضوعات لاهوتية. طب ما ده الكلام ده ينفع البرين ستورمينج
في موضوعات علم نفس، في موضوعات إدارة، في موضوعات قيادة، في موضوعات تربوية، لكن لاهوت وكنيسة وكتاب مقدس وتخليهم الناس تتبرجل، ده كلام مش مظبوط. العاصف الذهني حتى خلي بالك في العلوم التي تدرس في الجامعة في حاجات تحتاج عاصف ذهني، زي مثلا علوم الكيمياء وعلوم الفيزياء وعلوم الاناتومي وعلوم الفسيولوجي، لكن في علوم عايزة ثبات زي اللغات. يعني ازاي هعمل عاصف ذهني في نطق كلمة في الانجليزي؟ هي واحدة، اما تنطقها صح او تنطقها غلط. قد تكون انت بتنطقها بطريقه امريكاني وطريقه انجليزي وطريقه استرالي معروفين، لكن انا هعمل عصف ذهني في ايه؟ في اللغه. هبرجلك ايه في الجرامر سواء عربي او اي لغه اخرى؟ في حاجات ثوابت. لكن سيدنا الايه تقول انه وارد جدا ان ده يحصل من جوه الكنيسه، زي ما الايه اتكلمت عن ان ده نبي من انبياء الله، وارد الشيطان ان هو يستخدمه، فممكن يبقى خادم، ممكن يبقى رجل الله، ممكن يبقى كاهن. فقصدي ان احنا مش بعيد، لكن احنا عندنا المحددات بتاعتنا الكتاب طبعا مختلفة. بصي كويس ان انت ايه يعني بتوضحي المعنى. لو ان واحد من خارج الكنيسه او من خارج الاكليروس او من خارج الخدام لخبط، اللخبطة بتاعته ولا تؤثر في الكنيسة. أيوة. لأن واحد هو طبيعي مش مؤثر. إمتى بتبقى مؤثر ومتعب؟ لما يكون من جوه الكنيسة. صحيح. لأن أنا بسمع له على إنه أبونا، وأنا واثق في إنه كاهن وحلو وكاريزما وبيتكلم كويس وطريقته مقنعة ويحط لي السم في العسل، كلام كله صح، في الوسط في معلومة غلط شككني او تعبني او بناني على البناء الغلط. يعني انا بلاطه جاي اسمع واتعلم، اتعلمت غلط. او انا عارف حاجه قال لي لا على فكره اللي انت عارفه ما كانش مظبوط وشككني. فامتى هيكون مؤثر تاثير سلبي في الكنيسه؟ لما يكون اكليروس. عشان كده هراطقه تقريبا كلهم كانوا من الاكليروس، اللي بطرك واللي اسقف واللي كاهن والرئيس دير، أطاخي كان رئيس دير، أريوس كان كاهن، مقدونيوس كان بطرك، نستور كان بطرك. إذن هنا بيبقى مؤثر لما يكون واخد مكانه في الكنيسة، وليه بقى كاريزما وبيعرف يتكلم وليه أتباع وليه حبايب وليه ناس بتعبده وماشية وراه مغمضة محسة أن هو ده اللي بيقول الكلام الصح. طب لما يكون واحد مش إكليروس أو مش خادم بيتكلم كلام غلط ولا حد بيسمع له، مش كده الشيطان بينتقيهم؟ طبعا. يعني بينتقيهم اللي يكونوا مؤثرين فعلا طبعا. يعني زي ما نيافتك كنت قلت لنا في الحلقه اللي فاتت انه السنكسار المجمع بيختار على اساس ايه اللي بيكون مؤثر في الكنيسه وبقدم وبنى، على العكس تمام برضو الشيطان بيختار اللي طبعا يقدر يكون مؤثر في الكنيسه ويضلل. عشان كده بولس الرسول قال لتلميذه تيموثاوس ايه، النص ده جميل قوي في تيموثاوس الثانيه اصحاح 2 عدد 2، قال له ما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. في هنا صفتين، أمين وكفء. إذا كان أمين وغير كفء هيبقى زي الأباء الكهنة البسطة اللي هو مش قاري كتير لاهوت لكن بيخدم جيله بأمانة بيوصلهم للسماء، وما ديني يسأله في حاجة يقول لك يا ولدي أنا غلبان ملياش في حاجة دي، اسأل أبونا فلان شاطر عني. هو أمين بس ما عندوش الكفاءة أنه يشرح للناس بطريقة واضحة. في نوع تاني بيبقى غير أمين وغير كفء، هو بيخرف بيخلبط، لكن نشكر الله أنه كمان مش واصل للناس لأنه بيتكلم بطريقة مش مفهومة وبيبرجل قدام فيقولك أنا بحبش أسمع له لأنه بيلخبطني. نشكر الله أنه غير كفء، لأنه لو كان أمين وكفء غير أمين وكفء بيبقى كارثة. ودي الكاتيجوري اللي بيجي منه كل الهراطقة، إنه كفء لكن غير أمين. الكفاءة بتاعته في إيه بقى؟ البلاغة وقوة المنطق والزغللة، بيزغلل الناس بالعبارات ويثبت ليهم ببراهين إن كلامه مظبوط، قدرة على الإقناع كمان كبيرة بالضبط، له كاريزما. أيوة. بس هو غير أمين، فبيوصل للناس معلومات غير أمينة والناس تقتنع بيها.
صحيح. وبعدين لما يجي حد يتكلم عكس اللي بيقوله الناس تحس ان العكس ده هو الغلطان. طب سيدنا النهاردة يعني عشان بس برضو اللي بيتفرج على البرنامج، أنا النهاردة سمعت المعلومة من حد بثق فيه في الكنيسة، بس تعرضت مع حاجة تانية أنا أعرفها وتعلمتها. النهاردة أنا مرجعيتي لمين؟ ما أنا بثق في سيدنا ده، في أبونا ده، في الخادم ده، عايز أتأكد بقى من صحة دي ما تلخبطش وامشي وأنا مغمض زي الأعمى. هقولك في مجال الطب، افرضي حد قال لي تعمل العملية وحد قال ما تعملش العملية، والاثنين دكاتره والاثنين مقنعين، قال لي لا ده انت لو ما عملتش عمليه هيحصل لك كويس، أيوة. الثاني قال لا لو عملت عمليه هتموت. طب اعمل ايه؟ بيقول لك خد راي واحد ثالث. فبنروح لحد يحكم، وبعدين انا برجح الراي بقى اللي هو يعني اثنين متفقين على حاجه واحد على حاجه، بروح للراي اللي هو عليه اتفاق. فنفس الحكاية أنا في الكنيسة في كاهن أو أسقف أو حد مهما كان بيقول كلام غير اللي أنا متربي عارف عليه. وبعدين حد قال لي لا الكلام ده مش مظبوط، بس ده مقنع وده مقنع، حاجة تبرجل. فبنروح لحد عنصر محايد أقول له أنت طمني إيه الصح والغلط. عادة بيتضح إن ما تربينا عليه هو الصح، ما استلمناه من طفولتنا هو الصح، وده بيزغلل علينا بمعلومات بيستغل ان هي غريبة عشان خالف تعرف. أبين ألاقي نفسي اطمنت ان احنا اللي متربين عليه مظبوط. تمام سيد. طيب برضو بقى في سؤال، من هما جوج ومجوج المذكورين في سفر الرؤيا؟ الأسامي دي ممكن تكون أسامي ملوك أو أماكن هيحصل فيها حرب، واختلف التفاسير فيها. يعني أنا بس مش عايز أخوف الناس عشان دلوقتي في الحرب بتاعت أوكرانيا وروسيا والعالم مضطرب، إن بيعتبروا جوج وماجوج دي هتيجي من ناحية روسيا فعلا، ناحية الشرق، وهيبقى الحرب دائرة في منطقة الشرق الأوسط، يعني جاية من الشرق لكن هتبقى متمركزة في منطقة العراق وسوريا ولبنان اللي هي الشرق الأوسط. قد يكون ده في أواخر الأيام يعني. تمام. نفتك حتى في وقت تفسير سفر الرؤيا قلت لنا كتير في حاجات رمزية وفي حاجات بتبقى مع الوقت بنتأكد بالزبط. أنها فعلية يعني. طيب في برضو حد بيسأل نيافتك عاوز أترهبن بس سني 36 سنة، وسبب تأخيري أني معلم كنيسة وكنت ملتزم بخدمة الكنيسة، أب اعترافي موافق بس مش لاقي دير وأنا نفسي أعيش للمسيح، أعمل إيه؟ هو في لائحة للرهبانة بتشترط أن الإنسان يلتحق بالدير في سن أقل من كده. ليه بقى؟ الواحد وهو صغير بيبقى قابل للتشكيل، فلما بدخل دير أنا بتشكل بحسب نظام الدير، وبقدر أبقى في عندي المرونة اللي تخليني بقيت زيهم. لما الواحد بيكبر يعدي سن 30 صعب إنه يتشكل، فهيبقى هو مش مستريح للدير والدير مش مستريح له. طبعا في استثناءات، في استثناءات كتير. الاستثناءات دي إمتى الدير يقبلها؟ لما يكون الأخ ده من بدري بيتردد على الدير، رئيس الدير عارفه، الرهبان عارفينه، وقال لهم أنا عايز أترهبن بس مش دلوقتي لأن عندي ظروف كذا. ممكن يكون الظروف أن بيعول والده مسن أو والدته يقدرش يسيبهم، والدير مقتنع بهذه الظروف. فبيقعد معاهم يتردد على الدير وكأنه راهب لحين ما يتوفى الأب أو الأم أو أي ظروف تتعدل يعني. يبتدي الدير يقول له أهلا وسهلا تعال ظروفك تحسنت. لكن أنا فجأة عندي 36 سنة اللي هم عايزة ترهبن ما يعرفونيش هيقبلوني إزاي؟ هو في برضو أنا ما فهمتش، أنا مش لاقي دير يعني، أكيد في المفروض مكان معي، لأنه هو ممكن يكون راح الأديورة قالوا أنت سنك كبير. فما فيش استثناء إلا إذا كان رئيس الدير شايف الاستثناء تردد يعني كان على مكان معين، بالرغم في لائحة لكن من حق رئيس الدير أن يستثني شخص من شروط اللائحة حسب ما هو رأي شايف.
في فرق الأشخاص يا سيدنا من زمن لزمن، يعني نقول في الأجيال اللي قبل كده ما كانش فيه اللايحة دي، وكان فيه آباء بيدخلوا لحياة الرهبنة في أعمار كبيرة. بكل تأكيد طبعا الزمن غير الزمن، يعني ما أقدرش أطبق ما حدث أيام أنبنطونيوس على اليومين دول. ما كانش زمان في اي دي، ما كانش في زمان بطاقة شخصية. أي واحد بيروح أو يقبله. النهاردة احنا بقى في حياة مدنية، يعني افرضي في انسان بعيدا عن الاخ ده، واحد مثلا متجوز وراح سايب مراته وراح للدير قال لهم عايز اترهبن، هيقبلوه؟ ما لازم نعرف انت جاي منين وايه ظروفك وازاي تسيب اسرتك. فزمان ما كانش حد عارف حاجة، كانش زي الاحوال دلوقتي. افرضي في واحد عامل جريمة وعايز يترهبن، لا طبعا الدير ما هواش مأوى للمجرمين أو للناس اللي مش ملتزمين بحياتهم المجتمعية. لازم اللي جاي ده ابن معرفين أصله وفصله، راجل ناجح مع مؤهله، اشتغل والفلوس جريت في إيده وزهد الدنيا وجاي الدير ببنطق، مش مريض نفسي ولا مأوى لأني فشلت في حياتي فمهرب بالظبط. افرضي عنده مرض نفسي، افرضه فاشل، افرضي هربان من حاجة، لا لا يمكن الدير يقبل الحاجات دي. بالإضافة حكاية السن، فأصبح فيه لوائح محطوطة تنظم قبول الناس للحياة الدائرية. نرجع بقى للأخ ده، افرض انت بتحب ربنا وعايز تكرس حياتك ليه، وانت شغال مرتل في الكنيسة، ما تعيش مرتل للكنيسة كأنك راهب من غير ما تدخل دير. عايز تتجوز اتجوز، عايز تعيش في البتولية عيش في البتولية، ويبقى بيتك كأنه قلاية. انت بتخرج من بيتكم تروح الكنيسة تصلي كمرتل للكنيسة، وترجع من الكنيسة للبيت زي كأنك في الدير قاعد في قليتك، تدخل الكنيسة تصلي وترجع لقليتك، ويش حياة رهبانية من غير الشكل والاسم. يبقى هو يعمل المحاولات بتاعته اذا كان هيتردد على دير معين، اذا كان في اكسبشن يخلي رئيس الدير يقبل ده خلاص تمام يلتحق، ما كانش يقدر يعيش نفس الحياة بالطريقة اللي نيافتك قلتها. مش لازم هيقول ما هي صعبة. صحيح صعبة، لأن المجمع الدائري بنشجع بعض على الحياة الدائرية، لكن أنت ظروفك كده وفي التزام بقوانين. البديل بقى أنك تعيش حياة الرهبانة وأنت في العالم زي ما يكون راهب اترهبن اوريدي وكلفوه أن يخدم في كنيسة. بيعمل الراهب اللي بيخدم في كنيسة، بيدخل الكنيسة يصلي القداس ويرجع قليته، ينزل يعمل خدمة ويرجع قليته. طب ما أنا بعمل كده. فانت دلوقتي اعتبر نفسك اترهبنت، واديك حظك الجميل انك انت شغلك هو الكنيسة. فانت ارجع من بيتك للكنيسة تصلي، ومن الكنيسة للبيت كأنه الدير. وهو كاتب الحاجتين، يعني كاتب ان انا معلم مرتل الكنيسة وانشغلت بخدمة الكنيسة، فعنده خدمته وشغله. ممكن يكمل كده يعني. جميل. طيب المفروض أصوم كم ساعة قبل المناولة من جسد ودم السيد المسيح، وبعد المناولة وأنا متناول وبعد الأكل حبيت أخد حمام، هل ينفع ولا لا؟ طبعا هو الصيام قبل التناول مينيمم، يعني أقل حاجة 9 ساعات. ليه بقول أقل حاجة؟ مثلا احنا في 50، لكن في الصيام الكبير مفروض بنصوم من نص الليل، من الساعة 12. فريد القداس هيخلص الساعة 5 مساء، يبقى الفترة دي كلها صيام. فهنا الصيام نوعين، صيام ان انا ده صيام كبير، فانا صايم من اول اليوم من هو من 12 بالليل، وفي نفس الوقت صايم من اجل التناول. طب نيجي في 50، فريد في قداس هيخرج الساعة 5 الصبح او 6 او 7، فبصوم قبله 9 ساعات. بتاع الساعة 7 دوت هصوم من الساعة 10 بالليل. أيوة. عشان اتناول الساعة 7 مش من الساعة 12. طبعا مع استثناءات ما هياش يعني بالحرف. افرض واحد اكل متأخر وعايز يتناول، بيقول لابونا حللني انا مثلا فترة احتراسي 7 ساعات او 8 ساعات، ابونا بيدي الحل. يعني فكرة بقى في ناس بتحسبها دلوقتي 12 و5، ف 12 و10، يبقى انا تاني يوم ما تناولش وبيحرم نفسي. هو الحرص يعني. كويس. أيوة. يعني مفروض ان انا طالما هتناول ما أكلش لمدة 9 ساعات. لكن
اذا لاي ظروف الواحد يعني اضطر ان هو يعمل حاجه بس يدي خبر لابونا قبل ما يتنام. موضوع بقى اخد حمام وانا بعد المناوله ولا لا، مش مشكله خالص، امشي وانا لابس حاجه في رجلي ولا لا، والكلام اللي احنا طبعا برضو بصي الحرص حلو. يعني كوني انا حاسس ان هذا يوم غير عادي عشان اتناولت، فحريص في حاجات كتيره كويس، لكن ما هياش قانون ملزم. يعني دي حاجه تقويه مش قانون في الكنيسه، مفيش حاجه هتبوظ ولا هفقد بركه المناوله لو انا عملت ده او ده. اتحاد يعني بالمسيح اتحاد كياني، صحيح مش جسدي بس، كياني كل الكيان اتحاد بي. تمام. طيب برضو سيدنا في سؤال بيقول ممكن شرح معنى سماح الله بالتجارب، وايه هي التجارب اللي بتكون من ربنا شخصيا؟ احنا عندنا ثلاث انواع من التجارب ذكرها من الكتاب المقدس. في تجربه من الشيطان زي ما جرب المسيح على الجبل عشان يوقع الناس في الخطيه والعصيان. في تجربه انا بدخل نفسي فيها، يقول لك اذا انجذب الانسان وانخدع من شهوته. يعني مثلا واحد الفلوس اغرته فاخذ رشوه، كاميرا بتصوره اتحط في تجربه، جم قبضوا عليه وفي تحقيق وفي نيابه وفي وقف عن الشغل وفي حكم سجن، دخل في تجربه هو السبب، حط نفسه فيها. في تجربه من الله بتبقى من اجل البنيان، ان الله عايز يرقيني، عايز يصنفرني، عايز ينقيني، عايز يفطمني من العالم، يفطمني من محبه غريبه فيصنفرني بتجربه. تجربة من الله دايما صالحة ودايما بناءة ودايما للخير. تجربة الشيطان دايما للخطية. والتجربة اللي حطيت نفسي فيها ده تأديب بقى عشان احرم اعمل اي حاجة غلط. طب هعرف ازاي ان دي من الله ولا من الشيطان؟ بتاعت ربنا ما فيهاش خطية. واحد اصيب بمرض فقعد بقى يقدم توبة، ويمكن المرض أجبره على أنه يقعد في البيت أيام الكورونا والعزل والحاجات دي. طيب في دي فرصة أن أنا أفكر في أبديتي وأفكر في توبتي وأصفي ذهني من البغضة والناس اللي زعلان منهم أسامحهم، ما أنا مش عارف هموت ولا هكمل. فدي بقى فرصة للعودة للنفس، بدل ما أنا مطالب بنشاطات عديدة في الحياة متوهاني عن نفسي، ربنا أجبرني أن أنا أقعد أهدى شوي. فشكرا يا رب. التجربة من متاعة ربنا يعني دي في تجارب أنا حطيت نفسي فيها أتعلم التوبة ومش هعمل كده تاني وتحمل العقوبة لأن أنا غلطان، وما أقولش الشيطان وزني. الشيطان أحيانا بيبقى واقف يتفرج علينا يتعلم مننا، يعني من أذيتنا. تجربة من الشيطان معناها في خطية، تجربة من الله معناها في ترقية. الله غير مجرب بالشرور. أيوة. ربنا بيدينا التجربة الفعل. بس احنا كتير بقى اي حاجة بتجيلنا بنجري نعاتب ربنا او نعاتب عليه او نزعل منه، بنشوف انه انت اديتنا حاجة غير محتملة، مش عاوز ترفع عننا. طب انا حياتي كلها اصلا تجارب ومقاسية، وفضل لي حاجة من كسترت وخدت مني كل حاجة. هنا اللوم دايما سيدنا في كل انواع التجارب اللي نيافتك قلتها بيبقى موجه الى الله. معلش جايز الناس من عشمها في ربنا بتلوم عليه، لكن الملامة دي لها حدود. يعني بلاش نتخطى حدودنا ونخصم ربنا ونكرهه أو ننكر وجوده وندخل في حتة مش مظبوط. من حقنا أعاد بقول له رب حتى متى يا رب تنساني إلى الانقضاء، أو مثلا أبر أنت يا رب من أن أحاكمك، أو أنا بلومك يا رب من أجل أحكامك، أو زي ما أيوب كان بيعاتب ربنا يقول له يا رب أنا عملت إيه عشان ده كله. من حقنا، بس بلاش نبقى مضخمة لدرجة أن أنا كرهت ربنا أو أجدف على اسمه أو أوجه إليه تقصير وملامة. ده استغلال الشيطان بقى للتجربة سيدي. أو نفسية الإنسان مش بتتفاعل بطريقة مظبوطة. من حقنا نعاتب ربنا، والعتاب ده علامة حب، لأن أنا لو مش بحبه مش هعاتبه. أيوه طبعا. وعلامة إيمان، لأن أنا لو مش مؤمن بوجود الله مش هكلم معاه.
يعني حتى لما يجي واحد يقول لي انا بقيت ملحد لاني كرهت ربنا، اقول له لا انت بتغلط نفسك. لو انت كرهت ربنا يبقى معترف بوجوده بس زعلان منه، تعالى نتصالح بقى. لكن ملحد معناها ما فيش ربنا، تكره واحد مش موجود ازاي؟ صحيح. فمن حقنا نزعل ونتعاتب، ودي علامة صحية بس ما نزودهاش قوي يعني. خليك خفيف شوية مع ربنا، بلاش أفقده. والله أكيد بيطبطب، ولما حاجة مش فاهمها النهاردة هفهمها بكرة. أعتقد ربنا بيتعامل كويس في الثلاث أنواع، يعني حتى لو التجربة مش منه لكن طبعًا بيتعامل مع الإنسان اللي خلاصه في الثلاثة طبعًا. يعني التجربة جاية من الشيطان، وقعتني في الخطية، مطلوب التوبة. أنا وقعت في نفسي في أزمة، حتى ممكن يعني أنا قلت المثل بتاع واحد بيرتشي، لكن بلاش رشوة، جايز طالب أهمل شوية في مذاكرته فجاب درجات وحشة أو سقط وعاد السنة، خلاص أتعلم، أتعلم من أخطائي إن أنا مش هعمل كده تاني. يبقى مش لازم تكون خطية، قد يكون تقصير، قد يكون إهمال. واحد مثلا بيصحى الصبح بالعافية عشان يروح شغله، ودايما يروح متأخر فرفضوا. طب انا بدور على شغل انا جديده، واخد بالي بقى مش هروح متاخر برضو، احافظ على لقمتي على عيشي. صحيح. فاتعلم من اخطائي. والحاجه الثالثه بتاعت ربنا اقول له شكرا يا رب انت واخد بالك مني، لان معناها انت ناوي تصنفرني وتلمعني تغير. طيب في سؤال بيقول ايه معنى اصنعوا اصدقاء من مال الظلم؟ كان يعني يفتك برضو قلتها لكن نعدي عليها سريعا برضو. مال الظلم له تفسير كثيرة. البابا شنودة كان يقول العشور والبكور والتقدمات اللي انت ملتزم بيها ما عملتهاش دي مال ظلم. يلا ارجع لنفسك بقى، انا مقالي من ساعة ما اشتغلت ما اديتش عشور خالص، اقيمها كده مفروض علي انا مديون بقد ايه، والعشور دي ابتدي اوزعها على الناس الفقراء عشان اصنع بيهم اصدقاء. يعني مال مش من حقي كان مال ربنا وانا اخدته، فعشان كده ده مال ظلم. ده مال ظلم. في تفسير تاني ان مال الظلم هو اموال هذا العالم، حتى اللي انا جايبها بمصادر صح يعني. ليه؟ لان المال بيظلم صاحبه، سواء عندي فلوس او ما عنديش. مع عندي فلوس ببقى عايل هم الأرباح والبورصة والمشاريع والتجارة، وعندي قد إيه وزاد ولا ما زادش، سعر الدولار والحرب مش هتأثر في إيه، أنا بنامش من كتر إن عندي أموال. والعكس ما عنديش أموال فعايل هم الغلاء والتضخم والعيال والمدارس والعيد والملابس والأكل، الهم هم. فالمال ظلمني، عشان كده اسمه مال الظلم. ربنا بيقول اصنع منه أصدقاء. عندك كتير وزع، عندك قليل وزع. الأرملة اللي هي كان عندها فلسين لما أعطتهم من ربنا نالت مديح، والمديح ده معناها يبقى فيه بركة طبعا. وإحنا بنشوف حقيقة المناظر دي في الكنيسة، أحيانا تلاقي حد غلبان قوي جاي يتبرع. طب ما أنت ست في احتياج، أنت أولى بداية. أب كاهن حكى لي قال لي في واحدة ست ليها شهرية تيجي كل شهر تاخد البركه من الكنيسه، يقول لي بلاحظها قبل ما تروح تكون مطلع له عشره حطها في الصندوق، ما تقالتش نفسها انا طبيعي باخد من الكنيسه فمش المفروض احط في الكنيسه. يعني هي بتاخد من عشور حد بيطلع وهي بتدي من ده العشور اللي بتاخده. وبيحصل احيانا تلاقي خدام اللي بينزلوا في القرى الفقيره يوزعوا حاجات. مره حكولي ان رايحين لواحده خبطوا عليها، فبصيت لهم باستغراب قلت لهم مش انتوا جيتوا امبارح؟ قالوا لها لا احنا ما جيناش. قلت لي زملاتكم في كنيسه تانية جابوا لي امبارح. طب يا ستي احنا جايين وخلاص في نيتنا نديك الحاجه دي زياده الخير خيرين. قلت لهم لا انا عندي هركنهم جنبي، الست اللي قدامي دي غلبانه ادولها. ففي ناس تبقى شبعانه والعطاء بالنسبه لهم في دمهم حتى لو كانوا في احتياج. صحيح. ف ربنا علمنا ان احنا نبقى معطائين. مال الظلم معناها اموال هذا العالم، ما تخليهاش تظلمك، وزع منها. لو انا فاتني كتير وما اديتش وما كنتش بطلع عشور، لازم اطلع باثر رجعي؟ ده سؤال ناس كتير. ولا ينفع بدايه جديده فهبدا من النهارده؟ لا،
مفروض أنا مديون لربنا بالعشور من يوم ما اشتغلت، فأعمل إيه؟ أحسبها رفلي كده يعني، مش لازم بالتدقيق، وأقسطها. ما حدش هيقدر يدفع مقادير كبيرة من المال، لكن أقسطها. لما أقسط سنين هتطلع أصلي حاجات كتير أو مديونين بيها. ممكن أقول أنا عليا العشور مثلا، أنا دلوقتي باخد 1000 جنيه مثلا، يبقى في 100 جنيه كل شهر ده العشور، ومية تاني من العشور القديمة، وامشي بالطريقة دي. والعشور دي مش لازم تحط في صندوق الكنيسة احسن يقولوا ده بيتكلم عشان يلملم فلوس، ممكن اديها لحد فقير حتى لو كان معرفوش او مش مسيحي. انا الفلوس ربنا تروح لربنا. صحيح، المهم نيتك انت وانت بتطلعها انها رايحة للخير او لربنا يعني. تمام. طيب سيدنا بيقول، في سؤال بيقول بخصوص شرقية الهيكل، ليه صورة الأربعة حيوانات بيرسموا ليها 6 أجنحة بالرغم من حزقيال النبي كتب في سفره انه ليهم 4 أجنحة فقط؟ لا طبعا، الوصف الموجود في سفر أشعياء انه لهم 6 أجنحة بجناحين يغطون أرجلهم وبسنين يغطون وجوههم ويطورون بسنين، فهي دي 6 أجنحة. وممتلئون أعينا، العيون علامة المعرفة الكاملة. طبعا الوصف أحيانا يقول لك الشاروبيم ممتلئون أعين والسرافيم ذوي 6 أجنحة، وأحيانا تلاقي الوصف بيتكرر مع الشاروبيم والسرافيم حسب ما النبي اللي شاف الرؤية شاف المنظر وبيوصفه. لكن لما نروح السماء حاجة غريبة أكتر من اللي احنا سمعناه. ليه بقى؟ أنا بعد أفكر فيها، هؤلاء ليس لهم جسم مادي، أمال إيه الأجنحة دي؟ حاجة نورانية. طيب يعني إيه متلؤون أعينا إذا كان ملهمش جسم مادي؟ حاجة روحانية. طيب لما نقول الأربعة حيوانات غير المتجسدين، أصوماتوس يعني ملهمش جسد، إزاي ما لهمش جسد؟ يقول لك الواحد له وجه إنسان والتاني وجه أسد ووجه ثور ووجه نسر. إزاي؟ الكتاب المقدس قال فيه أجسام روحانية وأجسام مادية. إيه الأجسام الروحانية دي؟ هنشوفها إزاي. حاجة أعجب مما نتخيل. لكن اللي شافوهم وصفوا ما يستطيعون أن يصفوه، لكن الحقيقة أعظم من الوصف. وإحنا وقتها يعني ربنا يدينا كلنا هنكون إحنا كمان أرواح، فالحاجات غير مادية. هنقدر نشوف بعض، نشوف أكتر وأوضح، نشوف الأرواح دي طبعا. أكيد أكيد. طيب برضو سؤال سيدنا، حد بيقول لن يفتك، أنا من الأردن وبتابع برنامجكم الرائع، وبعد إذنكم في رسالة القديس بولس إلى أهل غلطية بيقول لأني مت بالناموس لأحيا لله، مش فاهمة معناها وسألت كتير ولم أقتنع. مت بالناموس لأحيا لله. الناموس هو نظام العهد القديم، وبولس الرسول كان بيحارب التهود اللي هو كان بيخلي الناس يلتزمون بالناموس الطقسي. الناموس الطقسي التطهيرات والختان وكل والذبايح والعبادة بطريقة الناموس. طبعا في جزء في الناموس لا يمكن إلغاؤه، اللي المسيح قال عنه ما جئت لأنقض بل لأكمل. الناموس الأخلاقي، إن أنا أقول لا تقتل، لا تزني، لا تشهد بالزور، اكرم أباك وأمك، دي ما تتلغيش. بالعكس نبقى أعلى. المسيح قال إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين فلن تدخلوا ملكوت السماوات. لازم أبقى أعلى أخلاقية من مستوى العهد القديم. طيب لما يجي بقى يقول للتطهيرات، لو أنا لمست ميت أتنجس، لو أنا في نزيف عندي ولا إفرازات أبقى نجس، حاجات دي كانت عهد قديم فدي تتلغي. إيه البديل بتاعها؟ البديل هو التطهير بالمسيح، دم المسيح في الإفخارستي، بالتوبة، بالاعتراف، وأصلا بالمعمودية. طيب إحنا دخلنا في المود الجديد ده، الناموس الجديد، بإزاي؟ بالمعمودية. ما قبل المعمودية كان يهودي أو كان وثني، يوم ما دخل في المعمودية مات للناموس، اندفن في المعمودية، فأصبح ناموس العهد القديم لا سلطان له علي. عشان كده يقول مت بالناموس لأحيا للمسيح.
مت امتى يا بولس الرسول؟ يقول مع المسيح صلبت، مدفونين معه بالمعمودية. امال دلوقتي عايش ازاي؟ الحياة اللي انا بحياها هي حياة الله فيا، احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. فاصبح سلطان الناموس ملوش علي حكم، انا مش محتاج ان هذا تطهيرات العهد القديم، ولا محتاج ذبائح العهد القديم، ولا الختان صار شريعة دينية، ولا بتنجس بالحاجات اللي كان زمان بيتنجسوا منها، ولا في نجاسة إلا بالخطية. والتطهير من الخطية بالتوبة مش بالمية. خلاص احنا متنا للناموس، ده قصده كده. تمام. طيب مين كاتب سفر أيوب، وأين كان محفوظا حتى أدرج في الترتيب 18 في أسفار العهد القديم، وليه وضع في الترتيب المتأخر ده؟ اللي كتب سفر أيوب أيوب، ويقولوا ان في اقدم نسخه كان مكتوب باللغه العربيه، اللغه العربيه قديمه، وهو ايوب بيقولوا كان معاصرا لعصر ابراهيم ابو الاباء، يعني زمان ابراهيم حوالي 2000 قبل الميلاد، فكان ايوب معاصر للجيل ده. هو اللي كتب السفر ومحفوظ عند اليهود. ساعه لما جم جمعوا الكتاب المقدس ما حطوش بترتيب التاريخ، لكن بترتيب نوعية السفر. فهو كان مكتوب في أصله بالشعر، لغة شعرية، فتحط مع الأسفار الشعرية اللي هي أيوب، مزامير، أمثال، جمعة، نشيد الأنشاد، والحكمة بتاعت سليمان، والحكمة بتاعت يشوع بن سيراخ. دي أسفار اسمها الأسفار الشعرية، محطوطين مع بعضها. كتاب مقدس متقسم أسفار موسى الخمسة، الأسفار التاريخية، الأسفار الشعرية، الأسفار النبوية. فهي ترتيب حسب نوع السفر، نوع السفر. ملوش علاقة بوقته في التاريخ، لأن لو التاريخ هيبقى قبل أسفار موسى، لأن يعني أيوب نفسه كان قبل موسى. يمكن السؤال ده لأن في بعض الأسفار ما بيكونش صاحبها أو اللي اتكلم عنه السفر هو كاتب السفر. طبعا في العهد الجديد نفس الحكاية حصل. إنجيل يوحنا هو آخر سفر الكتب، أيوه، مكتوب بعد سفر الرؤيا كمان، بس اتحط مع الأناجيل الأربعة عشان يبقى مترتبك الأناجيل، الأعمال، رسائل بولس، رسائل الكاثوليكون، وفي الآخر سفر الرؤيا. مش ترتيب زمن كتابتهم، لكن ترتيب يبقى حسب نوعية السفر المكتوب. تمام. إيه مصير الجسد والدم بعد ما بيتم أكلهم من ناحية الهضم والإخراج؟ إحنا مش بنفكر في الجسد والدم بطريقة علمية، ولا الهضم ولا الإخراج، إحنا بنفكر فيهم بطريقة سرائرية. نحن نتحد بالمسيح اتحادا سريا سرائريا، بيتحد بكل الكيان، بينتشر في كل كياننا، مش بطريقة الهضم. احنا مناش دعوه بقى بايه اللي بيحصل، لكن يكفي ان احنا نتحد بالمسيح. واشبهها زي ايه؟ لو انا اخدت قرص فيه فيتامين دي او زنك، اللي هي الحاجات اللي حاليا الناس بياخدوها عشان المناعه، ايه اللي بيحصل؟ او ما بيدخل في المعده، الفيتامين ده بينطلق من الكبسوله وبينتشر في الدم، بيتحد بكل الجسم. والكبسولة دي بيحصل عليها الهضم العادي، تقريبا حاجة زي كده. الفيتامين اللي موجود في الكبسولة اسمها المادة الفعالة، هي دي أهم، هي دي اللي اتحدت بي. الكبسولة هي الميديا اللي فيها المادة الفعالة، فالمادة الفعالة هي جسد المسيح، موجودة في ميديا هي الخبز. عندما اتحد بالمسيح جسده وألوهيته تتحد بيا، لان احنا بنتحد سرائريا، والجسد فيه اللاهوت، بنقول لاهوته لم يفارق ناسوته، معناها ان احنا لما بنتحد بنتحد كيانيا بالمسيح، لاهوته وناسوته. والشكل الخارجي الميديا اللي فيها الجسد والدم وفيها ألوهية المسيح هو الخبز والأبركة.
هو الواحد لما بيقعد يحسب كل حاجة بشكل مادي أو ملموس، صدقني صدقني احنا بنتعب يعني طبعاً. هو من حقنا نفكر، بس احنا دايما بنحسب الأمور بالشكل المادي بتاع أي حاجة عادية بنتعامل بيها في حياتنا. طبعا بصي، ازاي أنا لما بدهن بزيت مسحة المرضى بأشفى، ده زيت من بره. أيوه. الميون ازاي ادهن بيه في جسمي ويحل الروح القدس، دي سرائر سر. ازاي لما ابونا بيصلي التحليل تتغفر الخطية، مش شايفين حاجة، دي حاجات سرائرية. ازاي لما الاسقف او البابا بيرسم واحد كاهن ويحط ايده عليه يحل الروح القدس يتحول لكاهن، كلها سر. صحيح. مش مفروض تتفسر بطريقة علمية او مادية، دي سر. والسر معناها شيء بيحصل غير قابل للتفسير لكن بيحصل. عشان في سؤال برضو يمكن فلاف يعني يفتك ذكرت موضوع مسحة المرضى، بيقول ايه هو سر مسحة المرضى وليه هو من ضمن اسرار الكنيسة السبع؟ مسحة المرضى هو الانديل اللي بنصلي على زيد في سبع فتايل، وده بيتعمل في البيت لما يكون الشخص مريض وما بيقدرش ينزل، فابونا يزوره ويصلي له الانديل. واتعودنا ان احنا في الصيام الكبير بيتعمل الانديل في البيوت كنوع من البركة، لكن بيتعمل كمان انديل عام في الكنيسة يوم جمعة ختام الصوم. ولما بنصلي سبع فتايل في كل سلوة بننور فتيلة. ليه؟ لان سبع فتايل يفكرونا بالأبدية اللي المسيح كان بيتمشى وسط سبع مناير. فلما بيجي واحد مريض احنا بنتوقع اما يشفى او يروح السماء، فاحنا بننور له الفتايل واحدة ورا التانية كأن بنقول له خلي بالك الأبدية بتقرب. استعلان المسيح في أبديته بواحدة ورا التانية، لما تكتمل سبع فتايل بنقول له احنا وصلنا للأبدية، جاهز ولا محتاج؟ عشان بس الناس اللي بتنتظر الشفاء بعد سر مسحة المرضى او بتدين بالزيت وما تكونش ارادة ربنا انه يخف، فهنا اللي هو فين بقى فعالية السر؟ موجودة في نفس الصلوات. بنقول ايه؟ وان امرت ان تؤخذ نفسه فليكن ذلك بيد ملائكة نورانيين ينقلونه الى مواضع الراحة، مواضع النور. واحيانا يكتبوا ايه الجزء ده اقوله سرا. ده نقوله سرا ليه؟ منقول انا بقول للمريض احنا بنجهزك للابدية، لو ربنا رايد تشفى احنا بنتمنى لك الشفاء، لو رايد انك تروح السماء احنا بنقول لك كن مستعد. فاحنا في ايدين ربنا حسب ما هو عايز. اكيد. والايمان طبعا بتاع الانسان في الحالتين. في حد بيسأل نيافتك بيقول ظروفي بتخليني أتنقل من مكان للتاني كل فترة طويلة، فمش بعرف أواظب على أب اعتراف بعينه، ممكن كل ما أروح مكان يبقى لي أب اعتراف، هل ده عادي؟ ما فيش مشكلة، بس هو عادة احنا دلوقتي وسائل المواصلات بقت سريعة وكتيرة، ومصر نشكر الله فيها نقلة حضارية من جهة الكباري والطرق في الصعيد وفي بحري، الدنيا بقت اسهل من زمان. ممكن يقصد بلد يا سيدنا يعني من بلد، ممكن يقصد بلد من محافظه للتانيه ومش منطقه فبيبقى اصعب. وماله؟ افرضي مثلا في بعض الوظائف فعلا بيقعد في المحافظه دي فتره زي البوليس او القضاء. أيوة. ويغيروه من مكان لمكان عشان ما يبقاش يعني ايه اخد على المكان دوت، فيبقى فيه نوع من التلاعب. ايه المشكله ان انا يبقى لي بيتي مثلا في القاهرة وانا بخلص شغلي وبرجع اخد اجازتي هنا، في الاجازة اقابل ابونا. لو دي متعسرة فيش مانع في كل مكان بستقر فيه لمدة سنة سنتين ثلاثة يبقى لي أب اعتراف. في كمان الناس اللي في السلك الدبلوماسي، ممكن مش بس جوه مصر، برا ده هو بيتعين قنصل مثلا في ميلانو في ايطاليا، وبعد مش عارف 3 سنين يرجع القاهرة يقعد فيها فترة، وبعدين يتعين قنصل في اليابان. فطبعا كل حتة هيروحها يقعد فيه 3-4 سنين حسب نظامهم. في كمان الناس اللي شغالين في الطيران، يعني تلاقيه مثلا مدير محطة مصر للطيران في الحتة الفلانية،
لمدة عدة سنوات، وبعدين يرجع يقضي فترة في مصر، وبعدين فترة تاني في حتة تاني. كل ما اروح حتة ممكن يبقى لي أربع اعتراف. أكيد المهم الإنسان يمارس سر الاعتراف لو الظروف حكمت عليه بكده. شكرك جدا سيدنا، الوقت مع نيافتك دايما بيمر بسرعة، دايما بتعلمنا وبتباركنا. شكرا لساعة صدرك نيافة الحبر الجالي الأنبر رفائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة. شكرا ليك سيدنا. أشكر كمان أستاذة جيهان مرزوق خادمة لغة الإشارة لإخواتنا الصم وضعاف السمع. بشكر حضراتكم جدا على حسن متابعتكم لينا في حلقة النهاردة. إن شاء الله نتقابل في لقاء جديد. إلى اللقاء.